بغيتوا تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ إوا أجيو معايا نكتشفوا جميع. غادي نبداو ببرج العذراء. انت اليوم كتحس احساس رائع وصحتك جيده، كيف ما كتشعر بالثقه وفي العمل انت في المقدمه، ويمكن لك اخيرا البدء في تطبيق افكارك الجديده، وحياتك الشخصيه مستمره في الازدهار. استغل الوقت لمحاوله اكتشاف فرص جديده. وانت يا برج الاسد، كيبان انك واقف امام مشكلات ماشي بسهوله التغلب عليها، ومع ذلك ما تيأسش، راكي الا غيرتي من دورك للاشياء غتبان لك الحلول واضحه. ما تخافش من طلب النصيحه، وحياتك الخاصه متقلبه بشده في الوقت الحالي. خذ استراحه بعيدا عن مسؤولياتك واستمتع ببعض الوقت الخاص بك. ونمشيو لعند برج السرطان. انت سبب الاحتكاك في العمل، وانت من خصو يتوجه اللوم. اكتشف اهدافك الحقيقيه واعترف لاحبابك قداش كتبغيهم، حيت فشلك نبع من شعورك بان الناس كاملين ضدك. وحاول تنقص من نوبات الغضب اللي كتجيك. ما فهمتش علاش انت مره تغني وتضحك ومره في اسوء حالاتك. وبالنسبه لبرج الجوزاء، طريقك غاده وما كتصعب اكثر من اللازم، وشي حد كيحاول يحبطك، ما تديهاش فيه وما تيأش، دافع على خططك وزيد للقدام. وحياتك العاطفية في محنة، تخلص منها خاصك تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب، واللي من خلاله غتمكن من استعادة النقاط المشتركة بينكم. وعلاش كيستغرب برج الثور من سهولة الأمور؟ استخدم هاد الفرص لمواجهة وإنهاء أمورك باش تصبح مستعد لمواجهة جميع العقبات. يمكن لك الاعتماد على تأييد الناس المحيطين بك. واش عرفتي علاش كيبغيوك الناس؟ حيت انت شخص صريح وأسلوبك مفتح في المعاملة. وبما أنك ممتلئ بالطاقة والحيوية، استغل هاد الفرصة في شي رحلة استكشافية مع الحبيب. والزهر اليوم عند برج الحمل ماشي حتى لهي، غادي تلقى نفسك قدام واحد الموقف ما كنتيش كتنتظره، ولكن ما تديرش معاه بالك، حيت شكون هذا اللي باستطاعته يتوقع كل شيء؟ فجهلنا الامور كيعطي للحياه لذه ومتعه، اذا بلا ما تاسف لمصيرك، حيت ممكن في اي لحظه تستقبل مفاجاه سعيده، وحياتك الخاصه ما كتحركش من مكانها. وبالنسبه لك يا حوت، غتلقى ترحاب كبير من قبل اي شخص تلاقيتيه، فكون حريص باش تقابل داك الويد بنفس القدر، وبالتالي غتكتسب اصدقاء العمر. ويحرفك الحظ وتلاقى بشريك حياتك. وفي العمل انت في احسن حالاتك، وتبارك الله عليك راك واجد بالاجابه المناسبه لكل سؤال. ونجيو لعند الدلو. حاليا انت قادر على الاندماج بكل سهوله ضمن الفريق بلا حتى شي مشكل، والاجواء عندك متناغمه ومتوافقه، فبامكانك الاستفاده من هذا التاثير الايجابي في نشاطات ترفيهيه مذهله او حتى في العمل باش تصبح فرد منتج. وعاطفيا تاثيرك ايجابي على شريكك، والاخرين كيعتبروك كاتم اسرار وشخص واضح. واللي برج الجدي اليوم هو مقبل على اشياء غيكون لها اثر على حياتك في النهايه، وبهذا الشيء غنقول لك هذا هو الوقت المناسب لبدايه جديده. عندك مصداقيه وامكاناتك جوهريه، شيء اللي غيساعدك على التنميه ومشاركه طموحاتك الشخصيه مع الناس القرب منك. وانت يا برج القوس، غتتعرض للكثير من الاسئله اليوم، وغادي يطلبوا منك شي ناس النصح، وهذا الشيء كيطلب منك تحافظ على السلام في موضوعاتك الحساسه. ولكن ما تخليش الغرور يصيبك نتيجه لهذه الثقه الموضوعه فيك، واستخدم نفوذك في مساعده الاخرين، فربما تكسب قلب شخص اخر. ونجيو لعند برج العقرب. في الغالب ما غتصادفكش اي عقبات من الاخرين، وغادي تتعرف على اشخاص جداد بسرعه وباقل مجهود. واذا استخدمتي هذه المعرفه، غادي تحقق صداقات المجديه على المدى البعيد. وانت ناصح منشود فيما يخص الحياه الشخصيه للاخرين، ما تنساش تضمن الحد الادنى من الاخذ والعطاء للحصول على صداقات متناغمه. وغادي نختمو ببرج الميزان. ما يمكنش تغلب على العقبات اللي كتشوفها قدامك في الوقت الحالي الا بقيتي كتحلها بالطرق القديمه المعروفه، لكن قلب على استراتيجيه جديده. وفي حياتك الشخصيه انت في صراع داخلي، وكيحملوك الناس مشكلات كثار من طاقتك. تعامل مع هذه المواجهات كفرص لتقويه موقفك في هذه الامور. بهذا مشاهدينا كنختموا شنو قال زهرك اليوم، وغادي نعرفوا شنو قال زهرك غدا معنا على شوف تيفي.